زار جلالة الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا قبل سفره مصانع الحديد والصلب بحلوان، وقد رافق جلالته في هذه الزيارة السيد حسين الشافعي رئيس بعثة الشرف والسيد رمز ستين وزير التموين، وقد استقبل جلالته بالمصانع السيد الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة والسيد حسن إبراهيم رئيس المؤسسة الاقتصادية والسيد المهندس طراف علي رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد المهندس عمر أبو الدهب العضو المنتدب والسيد مدير المصانع. وزار جلالته الفرن العالي وشهد عملية فتحه وتدفق الحديد المنصهر من الفرن. ينتج هذا الفرن 400 طن من الحديد الغفل يوميا. ثم انتقل جلالته ومرافقه إلى عنبر التشكيل، حيث شاهد الماكينات الضخمة التي تشكل الصلب إلى أشكاله المختلفة. إن كمية الإنتاج السنوي لهذا المصنع هو 210 ألف طن من الحديد المشكل، ويتكون من قضبان سكك حديدية وفلنكات وزوايا وقطاعات من جميع الأحجام وألواح من الصلب ومن الصاج. عبر الصلب، حيث شاهد محاولات توماس أثناء تحويل الحديد المنصهر إلى صلب، وقد أبدى جلالته ارتياحه العميق بهذا المشروع الذي يعتبر من أضخم المشروعات الصناعية في الشرق. ودعا الرئيس جمال عبد الناصر جلالة الإمبراطور إلى رحلة نيلية للقناطر الخيرية، وقد استقبلت الجماهير الضيف العظيم بالهتاف والتصفيق. وصعد الرئيسان ومعهما مرافق الإمبراطور إلى الباخرة كريم التي أعدت لهذه الرحلة، وتحركت الباخرة وسط مظاهر بحرية رائعة. وقد صحب الرئيسين في هذه الزيارة السادة نواب الرئيس الجمهورية ورئيس بعثة الشرف ووزير الأشغال. وفي الطريق خرج أهالي القرى لتحية الرئيسين، وكان جلالة الإمبراطور والرئيس يردان التحية من ظهر الباخرة. وصلت الباخرة إلى مرسى القناطر الخيرية، وكان جموع الشعب محتشدة على الأرصفة والزوارق النيلية تحيي العاهلين الكبيرين. وغادر الرئيسان الباخرة وسط حماسة الجماهير وهتافاتهم المدوية. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر العظيم لمشاهدة القناطر وحدائقها الغناء، وقد أعجب جلالة الإمبراطور بهذه المنطقة الساحرة. وغادر الرئيسان القناطر مودعين بالتحية والتكريم. وشهد جلالة الإمبراطور الاحتفال بتنصيب غبطة بطريرك إثيوبيا الذي أقيم في الكنيسة المرقصية، وقد استقبل جلالته غبطة البابا كيرلس السادس والمطارنة ورجال الدين. وفي داخل الكنيسة مر جلالة الإمبراطور والبابا كيرلس السادس والأنبا باسيليوس بين صفين من الشمامسة والقسس والمطارنة وهم يرتلون أناشيد الفرح والبهجة. وشهد الحفل السيد رئيس بعثة الشرف والوزراء وكبار الشخصيات العربية والإثيوبية. ثم بدأت رسامة الأنبا باسيليوس بطريركا جاثاليقا على إثيوبيا. وأقام جلالة الإمبراطور مأدوبة عشاء بقصر القبة تكريما للرئيس جمال عبد الناصر. وقد دعي إلى الحفل السادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء المركزيون والتنفيذيون ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وعقيلاتهم وقادة الجيش وكبار رجال الدولة. ومر المدعوون أمام جلالة الإمبراطور والرئيس مقدمين تحياتهم، وكان جلالة الإمبراطور هيلا سلاسي والرئيس جمال عبد الناصر يصافحونهم.
ودع الرئيس جمال عبد الناصر جلالة الامبراطور هيلا سلاسي عند سفره من مطار القاهرة الدولي، وقد حيا الامبراطور حرس شرف من الحرس الجمهوري وموسيقار. وكان في وداع جلالته السادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقادة الجيش، ومر جلالة الامبراطور عليهم مصافحا اياهم. ثم فتش جلالته حرس الشرف، وودع الرئيس ضيفه العظيم متمنيا لجلالته سفرا سعيدا.